أهلا وسهلا فيكم. اليوم حابين نعمل تمارين لياقة لحرق الدهون وشد الجسم. بتعتمد هاي التمارين على سرعة في أدائها، بتساعد على تنظيم عضلة القلب، وبتسرع من عملية حرق الدهون وشد عضلات الجسم، يعني بتسكلها بشكل مرتب. خلينا نبلش في أول تمرين. عادة هاي التمارين تكون مركبة مع بعضها بالشكل هذا. بلشنا في تمرين الحبل، عملناه في عدة تمارين حركة الموج. هذا التمرين بحرك عضلة الكتاف والإيدين والترايسبس والبايسبس والظهر، فبعطينا حركة كاملة لمنطقة الجسم العلوي، بساعد على حرق الدهون ورفع نبضات القلب، هيك بسرع من عملية الحرق وبسكل العضلات لمنطقة الصدر العلوي والظهر والكتاف. هذا أول تمرين. خلينا نبلش التمرين الثاني اللي هو رفع العجل. نبلش التمرين الثاني، تمرين رفع العجل. العجل طبعا وزنه ثقيل، ما يقارب 50 كيلو. التمرين هذا بركز على عضلات الإجرين، الإجرين الخلفي والأمامي مع البطاط والإيدين. خلينا نبلش بالشكل هذا. التمرين الثاني رفع العجل. طبعا في حالة التعب وسرعة في النفس ودقات القلب، الشهيق والزفير كثير بيساعد. هذا تمرين كثير قوي لعضلات الإجرين، للظهر السفلي، بيعطينا قوة عضلية وقدرة على التحمل وبيساعد على حرق الدهون بنفس الوقت، بس التمرين طبعا بيكون سريع. نبلش التمرين الثالث اللي هو ضرب المطرقة بشكل هذا. طبعا ناخذ ضرب ناحيه الشمال واليمين. التمرين هذا بعطينا قوة للإيدين وعضلات الظهر والأباط، قدرة على التحمل وحرق الدهون بنفس الوقت. طبعا هذا كل التمرينات هاي بتعتمد على الوقت وعلى سرعة في الأداء، فدائما نشغل الوقت من دقيقة لدقيقتين مش عدد جولات. بلش التمرين الرابع. جاهزين للتمرين الرابع، تمرين لانجز، تمرين اجرين، بعطينا خلفي وامامي. من ضمن التمارين القوة والحرق. خلينا نبلش.
تمرين اللانجز كثير مهم، بنعتبره من اهم التمارين لتمرين الجرين الخلفي والامامي، بيعطينا كثير قوه وقدره على التحمل، وبساعد على تشكيل عضله الجرين الامامي والخلفي. عاده تمارين الحرق والقدره على التحمل هاي بنستخدمها مره او مرتين بالشهر ان كان مبتدئ او كان متقدم، بتساعد على تنظيم عضله القلب وتعطينا قوه والقدرة اللي نكمل تماريننا للبرامج اللي احنا بنكون مجهزينها عادة. فتمارين الحرق كثير مهمة وبتساعد على صقل العضلة، يعني بتخفف نسبة الدهون اللي حوالين العضلة وبتنزل نسبة المي من تحت الجلد، فبضل الجسم شادد وبروز العضلة بشكل أوضح. فهاي لما نستخدمها بتكون في وقت معين وسرعة معينة، وأهم شيء يكون في إحماء وتكون ماكل وجبة قبل بساعتين، واللي تمارس بدون أي تعب وأي إرهاق. فهاي التمارين لازم تركز عليها كمبتدئ وحابب توصل لمرحلة ما فيها إصابات بالنسبة للعضلات أي إصابة من ناحية عدم الإحماء أو نتركها هاي التمارين. فيفضل دائماً نمارس تمارين القوة العضلية والحرق، وزي ما تعودنا دايما انه نكون في عنا وجبة ما بعد التمرين، اذا كان تمرين صباحي او مسائي او الظهر في عنا وجبة ما بعد التمرين. خلينا نجهزها. بعد التمرين في عندنا وجبة بروتين عالي، بياض 7 بيضات تقريبا 21 ل 25 جرام بروتين مع قطعتين خبز أسود وشوية خضار. هاي الوجبة سريعة الامتصاص لأنه بياض البيض فيه أحماض أمينية كتير عالية. خلينا نجربها وإلى اللقاء في حلقة جديدة إن شاء الله.